بتاعتي، حاطط رجل على رجل، ما بعملش اي حاجه خالص غير ان انا قاعد اشرف على العمال وابص عليهم وهم بيشيلوا الحاجات دي. فطبعا شيء طبيعي جدا ان الموضوع هيوصل بيه الحال كالاتي، هيوصل بيه الحال ان هو مع الوقت خلاص الطاقه اللي انت مفروض تستهلكها، المفروض تطلع وتنزل على السلم، ما بتعملش، قاعد حاطط رجل على رجل ولابس النظاره وقاعد او ماسك جورنال عمال تقرا فيهم، ليش دعوه باي حاجه. هيجي بعدها الراجل يبقى مش عارف يعمل ايه ولا يقول لك ايه وهم عمالين شغالين، يبدا السكر يعلى اكتر، يبدا الانسولين يعلى معاه. حلو الكلام. هيبدا ياثر على ايه؟ الدهون اللي بتزيد في جسمنا، الدهون اللي هي بتزيد في جسمنا دي كده بتبقى فيها مشكله كبيره. يبدا الكبد خد كفايته من الدهون، الكبد خد كفايته من الدهون. طيب ليه يا عم الكبد انت خدت كفايتك؟ طب بالدهون اللي جايه الثانيه تبدا، لان الكبد عضو غير مهيئ، غير مهيئ ان هو يشيل دهون، هو مش شغال كده خالص، هو كبد عنده حاجه ثانيه خالص. فيقوم بعد شويه الرمله اللي زادت عندنا، الاوضه اتملت اللي انت كنت عايز تنقل فيها الرمله عشان تعمل الشقه دي، فيقولوا لك طيب خلاص خلي الرمله، بقيه الرمله هنا بره لما نيجي ندخلها عندك. أصبح السكر عالي والدهون عالية والإنسولين عالي والدنيا كلها بايظة. يوم يبدأ الدهون تخرج من الكبد على مشكلة إيه بقى؟ في حاجة بقى خلي بالكوا بقى، الدهون تبدأ الخلايا الدهنية اللي بره اللي هي الكرش، هو أصلاً الكبد مش عضو مهيئ لأنه يشيل الدهون، الدهون بقى الخلايا الدهنية اللي بره اللي حوالين البطن دي هي اللي بتشيل الدهون، يروحوا واخدين الدهون الزيادة دي عندهم يتعمل الكرش مع السنين. كل الناس لما جت اتجوزت تلاقيه شاب وسيم وحلو وكل حاجه، ومراته كانت ما شاء الله سمباتيك في الفرح، شوفوا صور الفرح بتاعتكم هتلاقوا ان انتوا كنتوا ما شاء الله جمال وزراف وحلوين، وتيجي بعد كده تلاقي الست ضربت جامد والراجل ضرب جامد، وطبعا الست دايما حجتها تقول لك اصل الولادات، اصل القيصريه، اصل انا والده 10، انا والده 5، انا والده 2. طبعا دي كلها ملهاش علاقه خالص، اصل العمليه القيصريه عملت البطن وضعفت الجدار، كل ده كلام وهم. طبعا السبب الرئيسي هو حضرتك بتاكلي طول اليوم والاكل ده بيتحول لدهون في الكبد، والدهون دي بقت دهون موجوده في جسمنا. اصبح السكر عمل دوره وضحك على الانسولين، رفع الانسولين، عمل اول حاجه دهون على الكبد والكرش، يبقى ادي تاثير اول تاثير لينا، دهون على الكبد وايه والكرش، يبقى دهون على الكبد والكرش. ابتدى يعلى دهون على الكبد والكرش بشكل كبير، وابتدت القصة ان الموضوع يكبر. يبقى اول حاجة واول علامة يعملها الانسولين دهون الكبد. علشان كده دايما تلاقي الناس اللي عندها سكر عالي او عندهم مرض السكر تبص تلاقي عندهم دهون الكبد على طول، تروح لدكتور لازم دكتور السونار او الاشعة يقولك ايه ده انت عندك دهون على الكبد. حلو. وبقى قاعدين يشوف بقى بقية الحاجات. طيب يجي الانسولين يعلى في الستات بقى، خلي بالكم النقطة دي، او الستات كلها تخلي بالها، يعلى عندهم، يروح رايح للمبيض يعمل فيه تكيس. لما يحصل تكيس من زيادة الانسولين، يعني الانسولين هو اللي عمل التكيس ده، ويأثر على الانجاب ممكن، يبقى الكرش اللي حصل دهون الكبد ابتدى ايه بقى كمان دهون تطلع، عندها هرمون الذكوره يبدا يزيد. ليه هرمون الذكوره بيزيد؟ لان الحاجه اللي بتحمل هرمون الذكوره بتتاثر في 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 بروتين شايل هرمون الذكوره. الستات المفروض يبقى عندهم هرمون ذكوره بس بنسبه ضعيفه جدا، فبيوصل للمبيض يعمل كده، يقوم يخلي المبيض يطلع الهرمون الذكوره يزيد، تلاقي شعر طلع في الدقن عند الستات هنا في المنطقة دي، وبيبقى طبعا حاجة مزعجة ليهم، ويروحوا يعملوا ليزر وحاجات زي كده، وتقول لك أصل أنا عندي تكيس في المبيض، وشعر يخف جدا من الراس، يبقى شعرها بيسقط وراحة جاية لدكتور الجلدية، وهو الموضوع علاقته كلها بمقاومة الإنسولين، بالإنسولين العالي. تمام. طيب في كده احنا هنمشي على الجسم حاجة حاجة، عمل دهون على الكبد، الانسولين العالي، هنجاوب على اسئلة كلها بعد ما نخلص، بس ارفعوا الحلقة عشان بس ما يقفش، وهنجاوب على اسئلة كلها
كل الأسئلة.